نروح بقى لزميلنا فاروق صلاح علشان نعرف منه اخر الاخبار والكواليس. تحياتي ليك يا فاروق، تحياتي الكابتن اسلام الشوط. ازيك يا فاروق؟ في البداية طبعا برحب بك يا كابتن أسامة، برحب بالكابتن إسلام الشاطر، وأنا سعيد دي أول مرة أكون متواجد معاكم داخل استوديو قناة النادي الأهلي وفي حدث كبير زي مونديال الأندية. وهنا بيحضرني موقف استكمالا لكلام حضرتك وكلام طبعا الكابتن إسلام الشاطر عن الكابتن. وهنا سأسكت قليلا. اتفضل يا فاروق. طبعا انا على المستوى الشخصي انا مسميه الشربين الصغير. لا فاروق ملوش حاجة علينا برضه على ماتشات الناشئين، فحاجة حلوة يعني. هو الناشئين أي حاجة ناشئين نروح لفاروق على طول. اتفضل يا فاروق. طبعًا يا كابتن أنا سعيد جدًا إن أنا موجود مع قامات رياضية وقامات أهلاوية ممثلة طبعًا في الكابتن إسلام الشاطر والكابتن أسامة حسني. يعني وأنا بسمع كلام حضراتكم عن الكابتن الخطيب استحضرني موقف، كنت موجود في مرة مع الكابتن الخطيب أثناء زياراته وجلساته، وزي ما الكابتن إسلام قال إن الكابتن الخطيب بيعلم الأجيال اللي جاية، فكان موجود في جلسة من الجلسات مع لاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهلي. قال لهم وانا عندي 17 سنه كنت بمشي جنب سور النادي الاهلي وبقول امتى هيجي اليوم اللي هكون موجود فيه جوه النادي ده. النادي الاهلي ده كبير قوي وكلنا بنمشي وبيجي غيرنا وبيفضل النادي ده كبير وبيكبر اي حد بينتمي ليه. فانا بشكر النادي الاهلي، بحمد ربنا الاول وبشكر النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيكبرنا ونكون موجودين مع حضراتكم، والثقه الموضوعه من حضراتكم من اداره القناه فينا كلنا كمجموعه مراسلين، بدءا من الزميل العزيز كريم الموجود في المغرب، مرورا بكافه زملاء المراسلين اللي هيكونوا موجودين معانا على مدار ايام الاهلي في المونديال. لكن خلينا نبدا اخبارنا. الكابتن محمود الخطيب، انتوا تستحقوا هذه الثقه لانكم الحقيقه متعلمين في مدرسه النادي الاهلي وبالتالي تستحقوا هذه الثقه. فاروق اتفضل. شكرك كابتن اسلام. الكابتن محمود الخطيب يؤكد ثقته في الجهاز الفني واللاعبين. اعرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي المتواجده في المغرب عن ثقته الكامله في كل عناصر الفريق من جهاز فني ولاعبين، وطالب الكابتن محمود الخطيب لاعبي الاهلي بالتركيز واللعب بروح الفانيلا الحمراء كعادتهم، وان يكون الهدف الاساسي هو الوصول في البطوله الى ابعد نقطه ممكنه وتحقيق انجاز جديد يضاف الى رصيد النادي الاهلي في المشاركات العالميه، مشددا على اهميه بدايه مشوار الفريق بالبطوله والاداء بمنتهى القوه واحراز نتيجه طيبه تدفع النادي الاهلي الى الدور التالي في المونديال، وبذل اقصى جهد وتقدير للمسؤوليه الملقاه على عاتقهم لإسعاد جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير والتي دائما ما تقف خلفهم وتساندهم في كل المواقف. عقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي صباح الاثنين محاضرة بالفيديو مع اللاعبين طبعا في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان المغربية، وحرص مارسيل كولر على عرض المزيد من الفيديوهات الخاصة بفريق أوكلاند سيتي، وشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس ضمن الاستعداد وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية في المغرب الشقيق. الأمطار الغزيرة في المغرب تنهي تدريبات الأهلي مبكرا. تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج يوم الاثنين في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي للتدريبات الأساسية للاعبي الفريق مبكرا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال التدريبات على ملعب ثانية الرمل في استاد تطوان، وقلل المدير الفني مارسيل كولر فقرات المران الجماعي للفريق وذلك حرصا على سلامة اللاعبين وخوفا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة، واستكمل اللاعبون جانبا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة. رامي ربيعة، الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق إنجاز جديد. أعرب رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي عن سعادته البالغة بالمشاركة الرابعة له في تاريخه مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية في المغرب، وأكد ربيعة على أن جميع زملائه اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق بالأهلي وجماهيره، مشددا على أن النسخة الحالية لكأس العالم للأندية تشهد أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه شارك في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، والجميع يتسابق من أجل تقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب أمام أوكلاند سيتي في التي يعدها الفريق بمثابة مفتاح الاستمرار في البطولة وبلوغ الدور القادم.
عبد الحفيظ التدريب الختامي سيكون متاحا أمام وسائل الإعلام. أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن التدريب الختامي للفريق سيكون الثلاثاء على ملعب ثانية الرمل باستاد تطوان المغربي، وسيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران. وأشار عبد الحفيظ إلى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قبل التوجه إلى مدينة طنجة التي ستحتضن المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي. ملعب طنجة الكبير جاهز لاحتضان مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي. أصبح ملعب طنجة الكبير أو ملعب ابن بطوطة جاهزا لاستضافة مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المرتقبة في المغرب الشقيق، واحدا من الملاعب التي تمت استحداثها في الفترة الأخيرة، وتم يعني إجراء بعض التعديلات على السعة الرسمية لهذا الملعب، وأصبح الملعب جاهز لاستقبال هذه المباراة القادمة للنادي الأهلي. والسعة الرسمية تحولت من 45 ألف متفرج إلى 66 ألف متفرج، ليصبح بذلك هو الملعب الأكبر بالمغرب على الإطلاق. هو كان 45 وأصبح 60. كان 45 يا كابتن إسلام. وخليني برضو أروح لأن الملعب هذا الملعب تم افتتاحه عام 2011. تمام. بدأ العمل ساعته اللي هي 45 بالظبط كانت. أوكي. بالمناسبه كانت امام فريق تطوان ونادي اتلتيكو مدريد، ويعني كانت الساعه الرسميه خاصه به 45 الف متفرج. تم اجراء بعض التعديلات على هذا الملعب، تحولت الساعه الرسميه الى 66 الف متفرج، وبالتالي يصبح هو اكبر الملاعب من حيث السعة الجماهيرية الموجودة في المغرب، وهو اللي هيشهد طبعا المباراة الافتتاحية ما بين النادي الأهلي وأوكلاند اللي بنتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن شاء الله. الثلاثاء بحضور مرتجي وعبد الحفيظ الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند من المنتظر غدا إن شاء الله في تمام يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في 6 من مساء الثلاثاء على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والطاقم الإداري للبعثة. وتحدد اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الفني كافة الإجراءات التنظيمية والتأكيد على الذي الذي سيرتديه الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة. قبل الخبر ده فاروق كابتن إسلام، بكرة إن شاء الله فريق النادي الأهلي هيتدرب بكرة في تطوان الساعة 12 ظهرا، بعد كده هيتوجهوا الى طنجة عشان دي المدينة اللي هيتلعب فيها 80 كيلو اعتقد 80 90 كيلو حاجه كده. فبكره ان شاء الله ما بيت الفريق او معسكر النادي الاهلي هيكون بكره بعد تدريبات الساعه 12 ظهرا ان شاء الله، وهيكون في الاجتماع زي ما فاروق قال لنا الاجتماع الفني بقى للمباراه زي المباراه هيتعمل في طنجة. هيتعمل في طنجة اوكي، يعني هيخلصوا تمارين الساعه 6 وده هيحضروا طبعا المهندس خالد مرتجي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدل. نروح للخبر اللي بعد كده. الهلال السعودي يعلن قائمته لمونديال الأندية. أعلن نادي الهلال السعودي عن القائمة المستدعاة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب الشقيق بتسجيل غياب بعض اللاعبين من بينهم وأبرزهم طبعا اللاعب سلمان الفرج. وكشف بطل آسيا عن القائمة المكونة من 25 لاعب بحضور معظم نجومه كالحارس الدولي أو الحارس المرمى الدولي محمد العويس والمهاجم إيجالو، كما يغيب عن الفريق اللاعب محمد البريك وعبد الإله المالكي وياسر الشهراني. يشار إلى أن الهلال سيواجه الوداد الرياضي يوم السبت المقبل. مهدي النفطي مدرب الوداد أثق في التتويج بكأس العالم للأندية. أبدى التونسي مهدي النفطي المدير الفني لفريق الوداد المغربي تفاؤلا كبيرا بقدرة فريقه على التتويج بكأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب، وشدد النفطي على أن فريقه يمتلك دفاعا قويا حيث لم تتلقى شباكه سوى هدفا واحدا خلال 6 مباريات، مشددا على أن فريقه ونجومه مستعدون لمواجهة الهلال السعودي في أولى مبارياته، مشيرا إلى أن هناك حظوظا كبيرا في التتويج بالمونديال. قبل ما تسيب الخبر ده أسامة يا فاروق، الخبر ده بيفكرني بمدرب المنتخب المغربي وهو بيتكلم ان احنا هنوصل لاخر نهائي كاس العالم. بالمناسبه هي طريقه بيستعملها بعض المدربين علشان يدي الثقه في اللاعبين. يعني
هو هنا بيقول ايه؟ بيقول لهم انا هوصل النهائي وهاخد البطوله. ما بيقولش ان انا هوصل للدور قبل النهائي، لا انا هوصل النهائي واخد البطوله. يعني بيحط ده نوع من انواع التحفيز للعيب، تحفيز بيحط نفسي. بيرسخ في دماغ لعيبته ان انا هوصل النهائي واخد هذه البطوله. وعلى فكره مدرسه كان بيعملها جوزيه على طول، خلي بالك مباراه قويه هتكون، مباراه الوداد والهلال ماتش مع صعب. الهلال مباراه قويه جدا يعني. اتفضل. طب يعني استغل برضه حضرتك كابتن اسلام والكابتن اسامه، شايف الاختلاف اللي ممكن يكون في مواجهه الاهلي واوكلاند عن المواجهه اللي جمعت ما بينهم في 2006؟ لا اختلاف كبير. انا وجهه نظري انها هتبقى نفس طريقه، كنت بسال السؤال ده الكابتن وائل، هي نفس طريقه اللعب او نفس المميزات اللي بيتميز بيها الفريق اوكلاند سيتي، وهي القوه البدنيه، القوه الجسمانيه، القوه العضليه، هو ده اهم ما يميز اوكلاند سيتي من 2006 بقى او حتى من زمان جدا لغايه دلوقتي، هو ده اللي بيميز الفرق الاستراليه او النيوزيلنديه او المجموعه دي في القاره بتاعتهم، بتتميز بالقوه البدنيه، وبالتالي انت لو عندك الذكاء بتاعك اللي بتلعب بيه العادي هتقدر تكسب وتكسب مكسب. واهم ما يميز بقى فريق النادي الاهلي ان هو نفس الجيل ده اللي هيلعب للسنه الثالثه على التوالي، فعندك خبره المونديال، البطوله برضو في بلد عربي، البطوله الاولى كانت في الدوحه، كانت الثانيه في الامارات، بالنسبه للجيل ده البطوله الثالثه في المغرب، فممكن يكون حافز للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. نروح للخبر القادم من فلامينجو البرازيلي. ديفيد لويز لاعب فلامينجو البرازيلي يؤكد صعوبة مباراة فريقه في النصف النهائي. شدد البرازيلي ديفيد لويز لاعب فريق فلامينجو البرازيلي عن أن مباراة نصف النهائي في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة، وأن فريقه سيتعامل مع المباراة بكامل الجدية، وسيواجه النادي البرازيلي في نصف النهائي الفائز من مباراة الوداد الرياضي والهلال السعودي يوم 7 فبراير المقبل بمدينة طنجة. وأكد لويز على أن فريقه مستعد لخوض نصف نهائي مباراة نصف النهائي أمام فريق أو فرق تتطور بشكل كبير، فرق طبعا موجودة من خارج القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز والأقوى بسبب تاريخه الكبير ولاعبيه المتألقين. هنروح لخبر من أهم الأخبار، وهحتاج أن أنا تعقيب طبعا من الكابتن إسلام والكابتن أسامة على هذا الخبر. الكونميبول اللي هو الاتحاد أمريكا الجنوبية يخصص منحة مالية كبيرة في حال تتويج فلامينجو البرازيلي بلقب المونديال. خصص اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم منحة مالية كبيرة لفريقه فلامينجو البرازيلي في حال تتويجه بطلا لكأس العالم للأندية، وهي منحة مقدرة ب5 مليون دولار كحافز كبير جدا لهذا الفريق من أجل التتويج بكأس العالم للأندية. أعتقد دعم موجود مهم جدا للاتحادات القارية والأهلية طبعا يا كابتن إسلام كابتن أسامة، بنشوف أن تدعم فريق زي فلامينجو ب5 مليون دولار، أعتقد بتدي رسالة سواء للاتحادات القارية أو للاتحادات الاتحاد المصري. الاتحاد المصري هيديه 5 مليون بوسه يقول لك متشكرين جدا ان انت وصلت لكاس العالم. لا طبعا طبعا يعني والله خبر يعني خبر مفرح يعني ان الاتحاد انت عايز الاستاذ رضا العطار يدينا 5 مليون دولار ده ما بعتش الجواب يا عم فاروق. طبعا طبعا هي حاجه كويسه يا كابتن اسلام، الدعم والمسانده، والدليل على كده شوف كم الفرق من امريكا اللاتينيه امريكا الجنوبيه اللي اخذت البطوله دي البطولة صح حافز كبير طبعا. ده خلي بالك ده غير مكسب البطوله غير مكافئات البطوله فانت بيديك حافز 5 مليون دولار عشان تروح تلعب في كاس العالم للانديه، فانت لما هتاخد البطوله لو فلامينجو ده مثلا خد البطوله هياخد له 5 تقريبا او حاجه كده او اكتر 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 من كده مبلغ اكبر من كده، فبالتالي هيبقى داخل له 10 15 مليون في اسبوعين يعني. لازم نبعت الجواب عن فاروق طبعا يا كابتن اسلام كابتن اسامه، بكده تكون انتهت اخبارنا في المونديال، ولكن قصه الاهلي مع المونديال لم ولن تنتهي. كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي. شكرنا يا رؤى، نورت. اشكرك شكرا جزيلا متالق كالعاده. اشكرك كابتن اسامه واشكرك كابتن اسلام. شكرنا فاروق.